ويلكم جيرز وات ذا سليبر توداي. انت ورا ما تسكت الله يصلح قلبك. قصده وات ذا بيست سيلر عندكم؟ اي نفسه وات ذا سليبر. عندنا مشروب جديد لسه نازل اسمه جارليك كوفي. جارليك كوفي؟ واو وشو ذا جارليك كوفي؟ هذه قهوه بالثوم، قهوه خاصه فينا، يعني فكره مبتكره وجديده. ما شاء الله جميل فكره حلوه. بس ايش رايكم لو تحطون مع شويه بصل شويه طماط يعني وتكشنونها شوي كذا بعد؟ ايش ذا الخنبق اللي حنا فيها يا اختي؟ تو جارليك كوفي. شفت ترى كل الناس يطلبونه. ابا 6 جارليك كوفي 7 بدون كشنه. ثانكيو. الحين يا عيال وصلنا للمرحلة الأخيرة، رحلة البحث عن طاولة فاضية. ابلش. أقول يا حلا لا يا مهيلة بس، ولا أنا وش لي بشق ذا كله؟ أسمعوا، نتوزع في كل المكان، وأي واحد يحصل أي طاولة يحجزها. بنتو، أنت اشرب من هناك، أنت تعال معي. ما شاء الله تشجع النصر كويس استمر ما تغير. مطولين انتم؟ ايه مطولين. طيب ورا ما تغيرين الكاس حقك كله روج؟ مو بشغلك. وانت شو وضعك؟ مطول اكثر منه. ايه منيح خلك هون. لو سمحت الطاولة هذه حقتي. ايش يثبت لي انه الطاولة هذه لك؟ ما تشوف مفتاح السيارة حقتي هنا؟ طيب ليه ما اخذته معاك؟ يقلع ذا الاشكال. يعني انا ما ادري الروقان هذا اللي فيك منين جاي؟ مركز قاعد تقرا كتاب وسط هالزحمه؟ عالم تسولف مبسوطه اغاني؟ لو سمحت لا تقاطعني يا ابن الحلال. تراك حاجز طاوله تاخذ 5 اشخاص. وبعدين يا اخي اذا فاضي خذ لك شاي حليب واقرا كتابكم هذا في البيت. ساقرا الفصل الثالث وحينما انتهي سانصرف، وبعدها يمكنك الجلوس. اغرب عن وجهي. اغرب ولا اشرق؟ انت ليش محسسني اني انا اكلم كول سنتر؟ وبعدين بصراحة صراحة صراحة ما شاء الله لا إله إلا الله ملامحك مستفزة. شش شو اللي قاعد تكلم حمار أنت؟ نعم في شيء؟ سلامتك يا أبوي. ما في شيء. خير؟ شو فيكم طالعين كذا؟ العين بحر ولا قومة. ما راح نقوم لو تسنترون في ذا للفجر. ما ورانا شيء يا أبوي، معاك للآخر. والآن انتهيت من الفصل الثالث، يمكنك الجلوس في أمان الله. يا شباب ما بغينا نلقى طاولة يا عيال. لو ندور حجز رحلة الرياض جدة في ويك إند إنه أسهل من تلقى حجز هنا. وح الله يديم النعمة. وش ذا؟ ولا حق المدح اللي متحولنا. يعطيكم العافية، 5 دقايق ونقفل. الله جابت مشروبكم شين ولا جاز لنا. بالعكس مشروبهم حلو. معليش يعني هذا المخلوق ترى مو مقياس على فكرة، تراه ياكل كل شيء حتى القراطيس. تمام، إذا عندكم أي اقتراحات حطوها في صندوق الشكاوي. تعالي. سلامات، بتخمين أنتي؟ عندي نس فكرة أحسن. وش رأيك نترك ملاحظاتها في تقييمات جوجل ماب؟
ايش رايس؟ ايه لا ايش دعوه يعني ليش جوجل ماب؟ ليش الافوره هذه؟ بالعكس انتم زبايننا، المكان مكانكم، اعتبروا الفاتوره هذه على حسابنا. اعتبري نفس مستوره.